السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا الدكتور شرف، أستاذ أمراض القلب. يعني الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، طبعا أنا هديكوا المفروض محاضرتين، واحدة عن الميوكارديال ديزيز اللي هي دلوقتي بتاعت المرة دي. الميوكارديال ديزيز هنقسمهم لجزئين، جزء عن الكارديوميوباثي وجزء عن المايوكاردايتس، ومحاضرة تاني إن شاء الله هنتبقى عن البريكارديال ديزيز. بعد إذنكم، ده الإيميل بتاعي، يعني إن شاء الله بعد المحاضرة لما تخلص، يعني لو في أي كويشنز ممكن تبعتوها لي على الإيميل، أو لو أي ملاحظات أو أوبزرفيشنز في المحاضرة الجاية بحيث نظبطها يعني. طيب، الميوكارديال ديزيز، احنا قلنا هنتكلم عن شقين. الشق الاولاني هو الكارديوميوباثي. الكارديوميوباثي زي ما شايفين حضراتكم من الاسم، it's a disease of the cardiac muscles، عشان كده سميناه كارديوميوباثي. احنا عندنا two important classifications في الكارديوميوباثي. classification الاولاني ده معتمد على حاجتين، الباثولوجيكال important features والكلينيكال بريزنتيشن. الكلاسيفيكيشن ده هنلاقي متقسم لاربعه. الثلاثه الاولانيين دول اهم حاجه عندنا، اللي هم الدايليتد كارديوميوباثي والهايبرتيف كارديوميوباثي والريستريكتيف كارديوميوباثي. انما الثالث ده، الرابع، اللي هو الاريزموجينيك رايت فنتريكل كارديوميوباثي، less important and more less frequent to be found, يعني more rare عن باقي الثلاثة الأولين. إنما الأربعة دول هم اللي بيعتمد عليهم حسب الباثولوجيكال فيتشرز وحسب الكلينيكال برزنتيشن. فلما تشوف حضراتكم كده الدايليتد كارديوميوباثي ده الأساس فيه فنتريكولار دايليتيشن، الهايبرتيف كارديوميوباثي الأساس الهايبرتيف اوف ذا مايوكارديوم، والريستريكتيف كارديوميوباثي الأساس هو امبيرمنت اوف ذا فنتريكولار فيلينج. الاريزموجينيك رايت فنتريكولار كارديوميوباثي برضه من اسمه هنا امبورتنت ديزيز افكتنج ميلي ذا رايت فنتريكل، والاريزميا اتس ان امبورتنت كلينيكال فيتشر ان ذيس ديزيز. الكلاسيفيكيشن الثاني اكوردنج الامريكان هارت اسوشيشن هيبقى معتمد على الايتيولوجي، يعني الايتيولوجي هي ايذر برايمري نتيجه ل جينيتيك كوزز، أو secondary نتيجة لـ another causes outside من الـ genetic factors. أول واحد عندنا هو الـ dilated cardiomyopathy. الـ dilated cardiomyopathy ده characterized by dilatation and impairment of the systolic function of the left ventricle. يبقى هنا الأساس عبارة عن dilatation وهنا thinning of the myocardium و impairment of the systolic function mainly of the left ventricle and or right ventricle. Important to note لازم حضراتكم تبقوا عارفينها، هو ال absence of abnormal loading condition على الهارت. يعني ما ينفعش يبقى في valvular disease واقول عليه dilated cardiomyopathy، ما ينفعش يبقى في severe hypertension واقول عليه ده cardiomyopathy. ما فيش cause، لازم يبقى ال cause ال organic cause inside the heart is absent عشان اقدر اقول ان ال disease ده فيه dilated cardiomyopathy. طبعا زي ما شايفين حضراتكم الـ cause of dilated cardiomyopathy genetic factors اللي هو بنسميه primary، وهو لـ genetic factors either autosomal dominant or X-linked أو inflammatory، وده بيبقى post-infectious أو autoimmune disease أو connective tissue. في patients بيبقوا عندهم genetic factors أو ما يحصلهم infection على طول بيخشوا في dilated cardiomyopathy، يبقى هنا الـ two factors موجودين. ميتابوليك زي الجلايكوجين ستورج ديزيزز، ونيوتريشنال زي الثيامين ديفيشنسي. الاندوكراينال الاكروميجالي السيروتوكسيكوزس، وفي نفس الوقت الهايبوثايروديزم، الدايابيتس. والدايابيتس ده سبيشال انتيتي الحقيقه، بيطلق تحت عنوان الدايابيتك كارديوميوباثي. الدايابيتك كارديوميوباثي بنلاقي عيانين دايابيتكس ولونج ستاندينج دايابيتس، ونلاقي فيه impairment of the cardiac function، ونيجي نعمل coronary angiography ما نلاقيش فيه obstructive lesions واضحه، وده نتيجه لمايكروفاسكولار انوماليز، في مايكروفاسكولار abnormality inside
ذا مايوكارديوم، وده بيبقى اسمه دايليتد كارديوميوباثي، سبيشال انتيتي من الدايليتد كارديوميوباثي اللي هو دايابيتيك كارديوميوباثي. انفلتريتس طبعا زي ما حضراتكم عارفين زي الهيرديتري هيموكروماتوزس، والنيوروماسكولر زي المسل ديستروفي as a part of generalized muscle problems زي muscle dystrophy والفريدريكس اتاكس. توكسيك الالكوهولز الكوكايين والادريمايسين. الادريمايسين او السيتوتوكسيك ايجنتس العيانين اللي بياخدوا كيموثيرابي لازم نطمن على المايوكارديوم بيفور اند افتر، لازم نشوف الكاردييك فانكشن بعد ما بياخد الجرعات الكيماوي وقبل ما بياخد الجرعات الكيماوي، لان هو من الحاجات اللي بتعمل توكسيك افكت دايركت توكسيك افكت على الميوكارديوم وماي ليد تو دايليتد كارديوميوباثي. الهيماتولوجيكال زي السيكل سيل انيميا زي ما عارفين حضراتكم ان هي بتعمل مايكرو فاسكولار امبولايزيشن وممكن تؤدي الى امبيرمنت اوف ذا كاردييك فانكشن. البربيريا، البربيريا بقى ده برضو انتنتيتي مهم لان هو ده ليه علاقه بالبريجنسي وبنشوفه دايما في البيشنتس في اللاست مانس اوف بريجننسي، مهم اخر شهر في الحمل وافتر ليبر اب تو 6 مانثس افتر ليبر. الفتره دي ان سبيشال بيشنتس ليهم جينيتك باك جراوند ممكن يحصل فيهم دايليتد كارديوميوباثي و either from mild forms up to severe forms ان البيشنت بتحتاج hospitalization ممكن تتمنع بعد كده from further pregnancy. البابيريا كاردوميوباثي في بيشنتس بيتحسنوا وبيكملوا حياتهم عادي وفي بيشنتس لا بيتحول ل chronic heart failure after first labor. في العاده البيشنت اللي بيجي لهم severe forms من البابيريا كاردوميوباثي بنمنعهم من further pregnancy. الاسكيميك كارديوميوباثي برضو هنا impairment of the cardiac function due to ischemia، والمقصود هنا الاسكيميا انها اوبستراكتيف يعني الكرونريز بتبقى غالبا ما فيهاش severe lesions ولكن بيبقى في مشكله على مستوى الارتريولز والكابيلاريز اللي هي بتبقى inside the myocardium. ده الايتيولوجي بتاعنا بتاع الدايليتد كارديوميوباثي. السيمتوماتولوجي، العيانين بتوع الدايليتد كارديوميوباثي دايما بيجوا بسيمتومز اوف هارت فيلير، ابتدوا بيظهروا في الاغلبيه في العاده بسيمتومز اوف ليفت سايد هارت فيلير، بروجريسيف ليفت سايد هارت فيلير، يبتدي العيان يشتكي من ديسنيا والديسنيا دي تبتدي تزيد من جريد 2 تو جريد 3 تو جريد 4، والعيان يشتكي من باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، من اورثوبنيا، من ريكارنت كوف وهيموبسيس. دي المانيفستيشنز اوف كونجستيف هارت فيلير اوف بالمونري كونديشن، ده الاساس اللي هو ليفت سايد هارت فيلير. بعد كده ممكن البيشنت يبقى ديفلوب مانيفستيشنز اوف ليفت فنتريكولار اوتبوت ريدكشن، يبتدي يحصل فيه ليفت يحصل الكارديك اوتبوت يقل، ممكن البيشنت يبتدي يجي بايزي فاتيك، ممكن يجي بسينكوب او سادن كارديك ديس لو العيان دخل فيه سيفير فنتريكولار اريزميا نتيجه للدايليتيشن اوف ذا فنتريكل. انذر امبورتنت فايندينج وممكن يكون الفيرست بريزنتيشن اللي هو سيستميك امبولايزيشن، يعني نتيجه للدايليتيشن اوف ذا ليفت فنتريكل يبتدي يحصل embolization either to the brain والعيان يجيب stroke أو to the kidneys أو to the lower limbs ويبتدي العيان يشتكي من acute limb ischemia. Another form إن هو ممكن يبقى dilatation في right side والthrombus تتكون في right side، ولما تتكون في right side عارفين حضراتكم بتروح على pulmonary blood vessels تعمل pulmonary infarction، إنما لو تكونت في left ventricle هتروح لباقي الجسم وتعمل حاجة اسمها systemic embolization. نيجي نفحص العيان بنلاقي فيه طبعا حضراتكم عارفين ليفت فنتريكولار دايليتيشن، هلاقي دايما الايبكس في 6 انتركوستال سبيس او 7 انتركوستال سبيس، هلاقي فيه جالوبريزم، ممكن بعد كده يبتدي مانيفستيشنز اوف بالمونري كونجيشن تزيد، فممكن اسمع بايلاترال بيزل كريبيتيشنز، وممكن يبقى فيه دايليتيشن في الميترال رينج والعيان يتسمع عليه the murmur of mitral regurgitation. الانفستيجيشن شيست اكس راي امبورتنت عشان اقدر برضو اعمل شيست اكس راي، مهمتها في ان انا بقدر افرق بين
اللنج والهارت.